السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلقوا في فيديو جديد، اختبار سنة أولى متوسط مادة اللغة الإنجليزية الفصل الأول. نبدأ مباشرة نقرأ لو تكست. بسم الله. أوكي. Hello. مرحبا. Happy to know you. سعيد بمعرفتك. Happy. سعيد. To know you. بمعرفتك. My name is Betty. اسمي هو بيتي. I am 11 years old. I am 11 years old. عمري 11 سنة. I am from Great Britain. I am from Great Britain. أنا من بريطانيا العظمى. And I live in London. And I live in London. وأعيش في لندن. I am a pupil at Elizabeth School. أنا تلميذة في I am a pupil. أنا تلميذة at Elizabeth School في مدرسة Elizabeth. Okay. My father is a doctor. Doctor. Sorry. My father is a doctor. أبي هو طبيب. His name اسمه. His name. Name هو اسم. Is John. اسمه جون. He is 39 years old. عمره 39 سنة. كيت is my mother. كيت هي أمي. Is my mother. She is an engineer. هي مهندسة. She is 35 years old. عمرها 35 سنة. Tom is my brother. Tom هو أخي. He is 16 years old. And my هو 16 سنة. عمره 16 سنة. And my sister Tina. وأختي Tina is 6 years old. عمرها 6 سنوات. She likes watching cartoon. هي تحب مشاهدة الكرتون. Tell me about your family. أخبرني عن عائلتك. اوكي، هذا هو النص، شرحناه وفهمناه. نروح للكيستيون. داكا. Task 1. I read the text and complete the table. Name, age, family, occupation. اوكي، name هو الاسم، لازم تعرفه. أبينا كيت، صح. Age العمر. Family عائلة. Occupation الوظيفة. اوكي. So name 39. شكون اللي عمرها 39؟ his name is John. الاب father. شاول الاسم تاعه، فهمتوا؟ قال لك العمر 39. شكون اللي عمرها 39؟ شوفوا نحوسوا هنايا. My father is a doctor. His name is John. He is 39 years old. سمرهم على الاب. نيم تاع الاب شاول الاسم تاعه. His name. What's his name? John. Okay, his age is 39. Family زعما هو شو دوره في العائلة، شو الأخ والأب، زعما نديرو father. Occupation الخدمة، يعني job نقولو occupation ولا نقولو job. Doctor سهلة. Okay. عادرو كيت، شكون كيت هادي؟ كيت is my mother. أنا نروح لها مباشرة، نتوما قراو النص حتى تصيبوها. Okay. كيت is my mother. She is an engineer. She is 35. سمع عندها 35. Family هي mother، يعني دورها في العائلة هي الأم. مهنتها engineer. Good. Next question. I read the following statement and write true or false or not mentioned. يعني true صحيح، false خطأ، not mentioned هذه عفسة مش مذكورة في النص. ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خاطئة، بس مش مذكورة. Pretty is English. True or false؟ يعني هي إنجليزية، مش تهدر بالإنجليزية، يعني جنسيتها إنجليزية. English. هي English؟ هي من إنجلند؟ باش تكون إنجليزية تكون من إنجلترا، كما أنا مثل جزائرية، أنا من الجزائر. أوكي؟ بصح هي مشي من انجلند، هي من بريتين، جريت بريتين، من بريطانيا العظمى. اسمها هي مشي انجليزيه. نيشان تلمي خمو شويه، كتبوا في لي كومونتير بعد سمعوا لا ريبونس. دي انسر از ترو، على خاطر انجلند انجلترا هي بريطانيا العظمى نفسها. داكور، بريطانيا العظمى هي انجلترا. اوكي.
Tom is her cousin. Tom هو الكازن تاعها. First. Cousin هو ابن العم ولا ابن الخال ولا. Tom is my brother. Tom هو اخوها. Okay. He is a footballer. يعني شكون هي is a footballer. بيتي انا بيتي حطيتها اسم تاع طفلة. هما قالوا هي سما هذا اسم تاع طفل. اوكي نوت منشن انت ماش مذكرين لا يلعب بالون ولا لا نو ما كاش نوت منشن اوكي هير اوكي نورمال يديروا شي بيتي از طفله هام داير هنا دايروا هير خطا مطبعي بيتي از ا جيرل نورمال يديروا هنا شي از ا فوتبول اتس اوكي هير سيستر تينا لافز كارتون My sister Tina is 6. She likes watching cartoons. So true. صحيح. I read the text and rank the children. Okay. Tom is نرتب. Okay. Tom is child of the family. Betty is child of the family. The first, second, third. نرتب. Okay. نبداو بتوم توم باش نشوفو شحال عندهم من عام اوكي ماي نيم از بيتي عندها 11 عام توم وراتو توم ماي براذر عندها 16 عام زيدو تينا وراهي تينا عندها 6 سنين سما شكون الاول توم از ذا فيرست ومن بعد بيتي عندها 11 عام شي از ذا سكند ثانيه تينا شي از ذا ثيرد ولا ذا لاست تاليا Okay, let's move on to the next page. What's going on? Oh, nothing is going on, sorry. Okay, I crossed the odd word, odd, it's okay. Word from the following list. هنا كاين ليستا قائمة تاع أسماء. قاع متقاربين في مش متقاربين في المعنى يعني شو ليكسيكال تاعهم قاع واحد كاين كلمة غريبة عليهم. احنا شطبوا عليها، أوكي؟ مثال سيستر أخت تيتشر أستاذ ماذر أم براذر أخ. هادو قاع أعضاء تاع فاميلي إلا تيتشر، تيتشر أستاذ ما كما دخلها في الأعضاء تاع الفاميلي شطبوا عليه. داكو هنايا دكتور طبيب فيت كيسموه طبيب الحيوانات نسيت الاسم بالعربيه فيترينار والله نسيته سبحان الله طبيب الحيوانات كيسموه نسيته بالعربيه نسيته معليش بوستمان يعني اللي يخدم في لا بوست توم هو اسم انسان توم فتوم هي اللي خطا اوكي سي 5 رقم 5 10 رقم 10 13 رقم 13 ساندي يوم الاحد شو دخلنا في شو دخل الاحد في هذا هنا شطبوا عليه اوكي اي انا يو انت شي هي ماي تاعي سو ماي هي اللي ممكن ندخلها دو ضمائر اوكي I complete the bubble هذه with the right article the an okay my aunt is an actress علاه ما نقولش is the actress لا هي ماشي الممثله الوحيده في ذا العالم اللي كاع الناس يعرفوها لا نديرو نورمالمون علاه درنا ان على خاطر تبدا بفوايل كي تبدا بفوايل تجي صعيبة ان اكترس اوكي في برونونسياسيون تجي صعيبة نديرو ان كي يكون بادي بفوايل هير فادر از ا جورناليست درنا ا خاطرش يبدا ب هي وركس ان ذا اوفيس في المكتب اوكي هير ماذر از ا نيرس شي وركس ان ذا هوسبيتال Hospital is near the house. تاني ذا. The hospital is near the house. Okay? Good. Now, I ordered the letters. رتب.
letters to get the name of a job. نتحصل على اسم تاع وظيفة. كاين T, I, P, N, R and E. شا يعطينا هنا يا؟ نخمو سي نرتبوهم. اوكي يعطينا تبعوا معايا. painter دهان painter هنايا M A A C E I E H N هذي راهي باينة. mechanic هذي T R I C O actor اي تبان yes الحمد لله actor good actor mechanic painter تبعكم لي فوتو هذه ما شفتهاش ما انتبهتلهاش انه هذا actor هذا painter وهذا باش until you will be able to guess زعما باش تقدروا تتوقعوا good I put the words in the right vase صح هنايا e vet هنايا I speak okay هادي 16 كيما سبي 60 اوكي ها هي لا بيتي هنا تيتشر ها هي لا تل هاي اوكي جود ننتقلوا لل ما كنتش تشوفوا في هذه سوري ننتقلوا للقاعه التاليه written expression الفقره now betty wants to know about you and your family write an email in which you introduce yourself and give information about your family members name age job اوكي نردوا عليها hello betty My name okay is Zahra okay I am 13 for example years old شو قلت لك يا معلومات information about your family members in which you introduce yourself and give information about your family members دولا نقدم نفسك okay I am a pupil at Amir Abd Al-Qadr middle school ten your family member. My father's name is Khalid تكتروش الفقرة ديروا هكا شغل كل شيء واضح و باش تتفاداو الاخطاء هي از 39 years old هي از ا دكتور فور اكزامبل ماي ماذرز نيم از حليمة she is 34 years old Barcelona she is a nurse nice to meet you nice to know you nice to know Hello, nice to meet you, Betty. Love,
My name is Zahra. Love Zahra. سي بون هكا كنا وصلنا لافان تاع الفيديو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديو جديد.